بداية أسبوع سعيدة على كل مشاهدي قناة السومرية أينما تكون أينما تكونون. أكيد من برنامج مورنينج لايف محاور كثيرة اليوم جاهزين حتى نتناقش بها، لكن بداية أكيد لنا الفخر اليوم مثل ما شفنا الافتتاح اللي صار باستاد البصرة جنوبي العراق بطولة خليجي 25 بحفل مميز وحضور جماهيري غفير جدا. يمكن شفنا شهد الحفل عروضا ضوئية مبهرة سلطت الضوء على حضارات العراق الضاربة في التاريخ، يمكن شفنا مطربين كثر حضروا الحفل مثل الفنان حسام الرسام، الفنان محمود التركي، الفنانة رحمة رياض بأغاني وطنية تشجع أكيد خليجي 25. يا رب إن شاء الله دائما نقول الفوز للمنتخب العراقي. فرحانين شفنا يمكن افتتح أكيد يمكن الحفل بكلمة من السندباد البحري الشخصية الأسطورية من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا من البصرة. خليجي 25 للمرة الثانية أقيم أكيد بالعراق، سوري للمرة الثانية، يمكن أول مرة أقيم ب 1979 ميلادية. ألف مبروك للعراق، ألف مبروك للبصرة للجميع، أكيد البصرة للجميع. خلينا نشوف مقطع من خليجي 25 الفرحة العراقية الكبرى أكيد. السندباد اهلا ومرحب بضيوف البلاد، مثل الجبل وحدتنا، شجاعة وقوة جمعتنا، نعم تحيا عروبتنا وتظل عنوان. وانت يا اول شمس شعت بها، منين ما شمك اشم اطيب عطر. عاش العراق وبصرتنا، بصرة الجميع. خليجي 25 هو فخر للعراق وفخر لكل مواطن عراقي حضر هذا الحفل الغفير، حضر هذا البطولة اللي هي تعتبر فخر لكل مواطن عراقي. اليوم احنا خلينا بصراحة نبارك لنفسنا
على هيك حفل ممكن يصير بالعراق بالبصرة، ونفتخر بنفسنا انه احنا صار هيك حفل غفير بجمهور غفير بمواصفات عالمية. يمكن احنا شفنا اكثر البوستات اللي انطرحت بالانستغرام ومواقع التواصل السوشيال ميديا السوري اللي صارت، اكثر شيء البوستات قالوا انه هذا الحفل من الفاير ووركس، من الاطلاقات النارية الموجودة اكيد الصعادات احنا نسميها بالعراقي، كانت كلش مشابهة للمعايير العالمية اللي صارت اكيد بمونديال كأس العالم، فهذا بحد ذاته هو فخر لنا. خلينا تعقيبا على بعض الفئة اللي بدون ما نذكرها لكن هي فئة مشهورة، احنا اليوم نعتب عليكم، اكيد هي الاخفاقات تصير والتقصير يصير، لكن اليوم احنا نفتخر ببلدنا انه هيك حفل هيك بطولة تدخل ببصرتنا، بصرة الجميع، ونشوف هذا التكاتف وهذا التعب اللي صار من الملعب استاد البصرة اللي كان عالمي بمواصفاته. طريقة الترتيب والتنظيم كانت يعني رائعة جدا، لكن هناك اخفاقات. احنا اليوم كمواطنين عراقيين ما نجي احنا نظل نعلن بالسناب شات والانستغرام انه هذا الحفل وما استقبلونا والى 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 اخره، لا، انت بمجرد انه انت حضرت، مو ضروري انه انت تدخل للملعب، مجرد انه انت حضرت وتعبت نفسك او اشتريت البطاقة وما دخلت بالبطاقة، اكيد هاي بحد ذاته هو فخر. فاليوم يعني نترجاكم، يعني رجاء 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 من كل مواطن عراقي اليوم خلنا نفتخر بهذا المنجز اللي راح يصير ببصرتنا، واللي دنكمل اكيد ببطولات ان شاء الله يكون اكيد الفوز المنتخب العراقي. شيء ثاني انه خلنا نبتعد عن اللغط والتسقيط، بالاخير احنا كلنا عراقيين، وخلينا شوية نتكاتف مرة واحدة، وخلينا بس مرة واحدة يعني نتمنى رسالة من كل مواطن عراقي إيجابي مو سلبي، إنه ندعم هذا الخليجي لحد ما ينتهي بكل حب وبكل فخر. يعني نتمنى من عندكم بس يعني هذا الرجاء الأخير، يعني لكل المطربين، المقدمي البرامج، البلوغرز، مقدمي البرامج الرياضية، فنتمنى أنه بعيداً عن لن سقط، يعني خلينا نفتخر اليوم إحنا هيك حدث رائع جداً بحد ذاته هو فخر لكل مواطن عراقي. فأكيد بصرة الجميع وكلنا مع خليجي 25، وهذا بحد ذاته فخر لكل مواطن عراقي. نرجع أكيد لمحاورنا ومستمرين أكيد، وضيوفنا الأعزاء وصلوا حتى نتناقش وندخل بالمشاكل التي تهم المجتمع العراقي. خلينا نتكلم على أول موضوع اللي راح نتناقشه أكيد مع الست سدى فاضل الخفاجي، باحثة في الشأن الاجتماعي، أنواع الصدمات النفسية وكيفية التعامل معها. دائما احنا من مورنينج لايف نحاول انه نبحث عن الحلول النفسية مع الباحثين المستشارين النفسيين، ونفعل دور المستشار النفسي بسبب الصدمات اللي نتعرض لها بالمجتمع. بدون ما دائما احنا يمكن نتطرق للمواضيع والصدمات والمشاكل اللي نعاني منها ان كنا شباب او بنات، البطالة، حالات الطلاق، نوعا ما التحرش اللي نتعرض له بالشارع. فنحاول دائما انه من خلال الباحثين الاجتماعيين انه نعالج الصدمات اللي نتعرض لها اكيد بالمجتمع. ست سدى اهلا وسهلا بيك، تفضلي نورتي برنامج مورنينج لايف، يسعد صباحك. صباح الخير، كيف الحال؟ ان شاء الله تمام. شنو امورك؟ الحمد لله بخير. عاش من شافك حبيبه قلبي، كيف الحال؟ الحمد لله، اهلا وسهلا حبيبتي. قبل لا ندخل بموضوع الصدمات النفسية وكيفية أنه اليوم إحنا نعالجها من خلالك أكيد، بما أنه حضرتك باحثة بالشأن الاجتماعي والنفسي أيضا، خلينا نتكلم على استاد البصرة وهذا الافتتاح الجميل والحضور الغفير. كان الحفل يعني روعة يعني حتى يمكن يعجز كلامي عن وصفه، لأنه يمكن احنا شفنا السوشيال ميديا اللي ما راح حضره بالتلفزيون، القنوات العراقية كلها غطته بشكل عام وأيضا الخليجية. كان حضور غفير، كان تنظيم رائع جدا، لكن احنا عتبنا اليوم على الناس اللي للأسف
حاربت هذا الحفل أكيد. بتسقيط بكلام يجرح قلبنا يجرح هذا التنظيم وهذا التعب اللي سووه من عروض رائعة جدا من سندباد احتفال يمكن احنا كان شهدنا احتفال بالجيش العراقي سووا فد تنظيم او فد فقرة بسيطة جدا نعم. لان كان تواكب مع عيد الجيش العراقي كل عام هو بألف خير يا ربي فخر كل الجيش العراقي جيشنا والعراق الحبيب بألف خير تفضلي هو العراق مثل النخلة المثمرة ينضرب بالحجر فيرمي أطيب الثمر فشي طبيعي من ينتقدون لأنه كان فتشي يعني صدمة للعالم كله أنه هذا العراق الجريح شون هيك نهض وشون هيك قدم فد مفخرة كان فتشي يعني من الخيال والله يحفظ العراق وأهله الله يحفظ العراق أكيد آمين يا ربي نرجع إلى أنواع الصدمات النفسية وكيفية التعامل معها نعم. الجميع يعاني من صدمات نفسية يمكن أصبح العراقي يمكن 90% 99% يعاني من صدمة نفسية لأن العراق يبقى جريح نعم. يعني عندنا مشاكل كثيرة بالشارع العراقي شوية. بالعمل بالعائلة التفكك الأسري الطلاق البطالة إلى آخره فخلينا نتكلم على أنواع الصدمات نعم. النفسية نذكرها وأكيد ندخل بباقي التفاصيل نعم هو موضوع الصدمة النفسية يعني فد موضوع كلش مهم وكلش خطير نعم. على النفس البشرية لأنه الصدمة هي شنو هي صدمة؟ أنه يكون حدث خارجي يدخل فجأة على الإنسان وخاصة الأطفال يحد من قابليتهم بالنمو الفكري بالنمو العقلي بالنمو الجسدي بكلها وتصيب الكبار والصغار يعني الصدمة ما بيها فجأة أمور معينة جميل حتى الرضيع أعتقد الرضيع طبعا هو حتى الجنين يشعر يعني الدراسات الحديثة تقول الجنين يشعر بما يحيط به يعني دائما نسمع أنه الرضيع لما يجي على الدنيا البيبي بورن الجديد المولود الجديد أنه دائما خففه من المشاكل خففه من وهو جنين خففه وهو جنين هو جنين يحس وهو جنين يعني أنت من تكون حياتك هادئة نعم. وأنت حامل رح يطلع جنين سوي إذا كانت كلها مشاكل وعنف وهاي رح يطلع الطفل بالمستقبل يعني هاي دراسة علمية أثبتت صحتها نجي على الصدمة النفسية طبعا لأهمية هذا الموضوع ولخطورته منظمة اليونيسيف وأقامت مشروع بالعراق بالتعاون مع وزارة العمل والتربية والصحة بسنة الـ 92 إلى الـ 95 يعني استمر 3 سنوات نتيجة شنو؟ قصف ملجأ العامرية لأنه القصف هذا شنو؟ سوى صدمة للمنطقة العامرية بصورة خاصة وللعراق بصورة عامة نعم. هي شنو هي الصدمة؟ أنه أنت قاعدة بمكان آمن أبداً ما تتوقعين أنه راح تتضررين لكن تضررتي المشروع هذا الأول المشروع الثاني سووه بسنة 2004 بعد السقوط هاي شنو سببها؟ كل هالحرب الحرب أخذت مأخذ من حياة الإنسان العراقي فسببت له صدمات طبعا المنظمة هاي منظمة اليونيسيف دربت باحثين اجتماعيين وصرنا ترينر أنا كنت من ضمنهم وسوينا دورات حتى نحد من الأزمات النفسية اللي يعانون منها الأطفال بصورة خاصة والكبار بصورة عامة نعم. الصدمة النفسية تسبب مو بس مرض نفسي تسبب مرض عضوي لأنه هذا التجي صدمة نفسية رأسا مفاجئة شي يصير؟ يصير عنده خلل بالقلب أزمة قلبية يصير عنده كآبة تصير عند عدم النوم هستيريا يعني كلها شغلات ترتبط نفسية وعقلية وجسدية حلو الصدمة مو بس تأثر على النفس لا يعني القوى العقلية والهذه لا تأثر على الصحة على الصحة نعم على الصحة والأعضاء يعني ممكن يكون عنده يصير عنده مرض عضوي بالضبط سكر ضغط الضغط دائما يقول لك صار بيه سكر جلطة طيب عيد الشر عنه إن شاء الله كلها إن شاء الله طيب خلينا نتكلم على أخطر أنواع الصدمات النفسية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان بالتالي يتسبب له مشاكل نفسية ما يقدر يطلع من عندها ممكن حتى يختل العقل
يصير مختل عقليا أي. وايضا تكون هاي يسموها PTSD PTSD هذه تكون يسموه اضطراب الكرب. هاي احنا نقول مكروب قلبي مثلا بالعامية. هذه تكون الحالة النفسية شديدة بحيث تخلي الإنسان ينعزل عن العالم الخارجي. نعم. ما يتواصل وياهم، تصير عنده كآبة، أحيانا تؤدي إلى الانتحار. يعني كثير من الناس اللي عندهم كآبة نتيجة صدمة شديدة، مو هي الصدمة شنو؟ يعني تكون أنت قاعدة آمنة وفجأة تجيك فشي يعني ما تتوقعي، يعني مثل اللي صار بالملجأ العمرية، اللي صار بالسقوط بوش حسبي الله عليه، نقول قال إلا أسوي شوك بالعراقيين. وفعلا كل العراقيين عندنا شوك، هذا أكيد عندنا إحنا شوك أو صدمة نفسية. فهذه كلها تكون يعني وحدة متداخلة باللخ، يعني الحالة النفسية تؤدي إلى شلل بالحالة العضوية. نعم. وبالتالي يكون إنسان سلبي ومنعزل عن العالم وفاقد الأهلية في بعض الأحيان. طيب اليوم كثير من النساء والرجال موجودين بالمجتمع العراقي. نعم. عندهم فوبيا من الزواج بسبب حالات الطلاق الكثيرة، بسبب كثرة المسؤوليات، الغلاء المستوى المعيشي أصبح يعني مو أي شاب يقدر يتحمله، يعني مو أي رجال اليوم يقدر يتحمل مسؤولية البيت بسبب نسبة البطالة كثيرة. وعي الشاب العراقي أصبح أنه أني مو ضروري أتزوج، مو هي هواية أسباب تخلي. شوفي إحنا الشاب العراقي والفتاة مو مثل قبل، إحنا كنا قبل نتحمل. نعم. يعني مو هي هاي يمينة ترجع المن إلى التربية بالضبط. يعني تجي البنية زعلانة أمها تقولها عيب تحمليها، هسه من الشد تقولها رأسا شجعها، طلب الطلاق للأسف، أخذي المؤخر للأسف، أخذي جبتي ذهبك. يعني الزواج أصبح كأنما فتح حالة مادية، ولا مشروع، مشروع مادي، دخلتي شركة ويا شخص بالضبط، وبالتالي أنا وهذا الشخص اتفقنا أوكي، وش قد أحصل منه وش قد أستفاد منه. إذا أنا ما استفاديت وإذا أنا ما نفذ لي طلباتي بالضبط. ما راح أتحمل، راح أنهيها. أو هو هم كذلك اليوم إحنا من ذب بس اللوم على المرأة، اليوم الرجل أصبح أنه يلا ما في الحالة الأولى تفلح الثانية، ما في الحالة الثانية زواج ثالث. بالتالي تعدد الزيجات نشوف يعني بالفترة الأخيرة كلش هواية، يعني نعم. يعني أصبح الزواج يعني رباط غير مقدس بصراحة. سلعة مادية دخلت المادة بسبب صدمات، دخلت المادة. مو إحنا قبلهم كان عندنا صدمات بس كنا نتحمل، هسه ماكو قدرة على هذا التحمل. يعني الحياة كانت بسيطة، شوفي الحياة كانت بسيطة، هاي البساطة تخليش تتحملين زوجك، تتحملين أطفالك، تتحملين عيالك، تقعدين بغرفة بيت لسنوات عديدة. هسه هذا ماكو، يعني صار عندنا تطور بالألفين ورا 2003 صار عندنا في التطور كلش كبير، بحيث أصبحت يعني المادة توفرت. ترى المادة متوفرة إذا أكو شغل وإذا اشتغل وإذا كانت النية صافية. لا مو النية صافية، إذا شغل عقله. شنو رأيك أقول لك إحنا مثلا عندنا شركة، الشاب نعم. نقول له من ضمن الشروط للعمل أنه تترك الموبايل، يقول لا ما أقدر بلا الموبايل، يترك العمل في سبيل الموبايل. في سبيل الموبايل. فإحنا هاي التطورات اللي صارت عندنا كلها أثرت على تفكير وتنشئة الشباب بالصورة السلبية هذه. طيب سيسدى اليوم خلينا نتطرق لموضوع أنه أنا اليوم صارت عندي صدمة نفسية. نعم. صدمة كبيرة. نعم. أوكي نفسية. نريد من عندك طريقة اليوم نتعامل ويا هذه الصدمة ونستقبلها منقول بصدر رحب وهيك، لا نستقبلها لا. نترجمها، نحللها، نوصل لمرحلة أنه شلون نتخلص من هذه الصدمة. نعم. بأقل خسارة. شوفي هي هذه الصدمة من تجي للإنسان إيش قد هو عنده خبرة، إيش قد عنده خبرة، إيش قد عنده قابلية على التحمل، راح يفقدها. فأنا شو أسوي؟ أول خطوة نسويها هي الجلسات الفردية.
طبعا هو مو عيب انه يروح للطبيب النفسي. الجلسات الفرديه اللي مع النفسيه ما نقول احنا طبيب نفسي، نقول باحث اجتماعي. باحث اجتماعي مو الطبيب النفسي. شوف الباحث الاجتماعي يلجا للامور الاجتماعيه. نعم. الطبيب النفسي يكون اضبط شويه، هو اثنين مقترنين. يعني انا من كنت باحثه اشتغل ويا الطبيب النفسي، يكون عملنا مقترن واحد ويا الاخ، هو كعلاج طبي انا كعلاج نفسي واجتماعي. فالثنين يعني العلاج الطبي العلاج النفسي والاجتماعي كلها تجتمع حتى اخرج من هاي الازمه اللي انا بيها. فمو عيب، انا مو عيب اروح لطبيب نفسي ولا عيب استعين بباحث نفسي او اجتماعي، بالعكس نهائي. هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، احنا اكثر شيء نركز على الاطفال. الاطفال احاول ادمج بعد ما اخذت استشاره طبيه، بعد ما اخذت استشاره نفسيه، بعد ما اخذت استشاره اجتماعيه، ابدي ادمجه ويا اقرانه. هذا الاندماج ويا، لان هو راح يكون منعزل عن اقرانه، هذا الاندماج بالمجتمع ويا اقرانه، وانطي فعاليات واشركه بالفعاليات الرياضيه، بالفعاليات الفنيه، بالفعاليات الاجتماعيه، هاي كلها تجتمع وتحد من الأزمة النفسية اللي هو يعاني منها. طبعا بالإضافة إلى أنه إحنا لازم نروح للأسرة. الأسرة نحاول قدر الإمكان نثقف الأم والأب كيفية معالجة الحالة اللي يعاني منها الطفل. يعني إحنا نشوف أكثر الشباب والبنات، خلينا نحكي على الأساسيات بالضبط، أساسيات الكبار. الصدمات اللي هم الكبار. نعم. اللي فاقد أمه، هي شنو الصدمة؟ اللي داخل بعلاقة عاطفية بالضبط. انتهت بابتزاز إلكتروني، أو انتهت بشخص ضحك عليها أو ضحكت عليه أو إلى آخره. استنزاف الأموال من الشخص الآخر، مشاريع استثمارية. الأخلاق تغيرت، كلش تغيرت أخلاق المجتمع العراقي. إحنا دخلت لنا أخلاق من السوشيال ميديا طبعاً، ومن الوافدين، ومن هواية شغلات خربت النفس البشرية العراقية. تعرفين دكتورة، يعني ست سودا سوري، تعرفين اليوم نلاحظ أنه إحنا نعرض نفسنا للصدمات. يعني أنا أجيب الصدمة إلي، من دا أختار شخص أرتبط به، ما أفكر شنو خلفية هذا الشخص أو شنو اللي راح يسوي. وهي فكرت بس تريد تتزوج. بالضبط. خليني حتى لا. أيوة نرجع. وهي هاي فكرت هي بس تريد تتزوج. طول عجلة، خليني أخذك إلى الشارع العراقي ونشوف رأي المواطن العراقي باستطلاع سوت لنا أكيد زميلتي نور الجميلي، وأكيد راجعين حتى نحكي عن الصدمات اللي إحنا نجيبها لنفسنا للأسف الشديد. تفضلي نور. يسعد مساكم متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن الصدمات النفسية وكيفية التعامل معها. يلهي نفسه، يطلع يسافر، يطلع ويا أصدقاء، يفضل أن يطلع ويا أصدقاء أفضل شيء، لأن صدمات نفسية مثل حالي يعني ظل قاعد بالبيت وظل ملتهي بالحزن، يعني يفضل أن يطلع يسافر أو يطلع ويا جماعته أفضل شيء، ينسوها الشغلات الصدمات النفسية اللي يواجهها أو اللي صارت وياه. الصدمات كثيرة، الصدمة العاطفية والنفسية والمالية والاجتماعية، فكثيرة حقيقة. أنا عن نفسي يعني إذا صادفني موقف يعني أحس نفسي انصدمت به، لربما أكثر شيء ألجأ إلى النوم، يعني أنام، أحاول أنام قدر الإمكان. لكن صدمتي أن ما قدرت أنام بيهم، عندي وفاة والدي ووفاة والدتي، حقيقة تمرضت. يعني ما عندي حل أسوي، لكنه كثير من الناس يلجأ إلى سفر، لربما يلجأ إلى البكاء، لربما يلجأ إلى العزلة، فكل واحد عنده طريقته الخاصة. ماكو واحد ما عنده طريقة يتعامل بها بالأزمات النفسية، لكن حقيقة أنه أكو ناس يمكن عفواً تروح يلجأ يشرب أو يرجع يأكل، كل من تعامله حسب طبيعته. أنا قلت لك أنا عن نفسي ألجأ إلى النوم، يعني يروح منك جاه، يروح منك بيت، يروح منك عمل. يعني هي هاي الصدمات. لعش شنو صدمات بعد؟ صدمات الحياة، وإحنا بعراق ما شاء الله كلها صدمات، من صدمة لصدمة. شلون تتعامل ويا هاي الصدمة؟ والله أفوض أمري لله سبحانه وتعالى، أن نتخطاها، أنه نعرف الأسباب، نعالج الأسباب في حال الصدمة النفسية لأي شخص. بالدرجة الأولى أنه يذهب إلى الطبيب الاختصاص، الإرشادات الصحية والنفسية، المعالج. لا أتمسك ب
والكثير من الخزعبلات التي هي ليست من عادات العراقيين. نتمسك بهن بالطب، أهم شيء الطب من خلال الدكتور النفسي، هو الذي يشرف على علاج الشخص الذي يصاب في الصدمة، وهذا سبب رئيسي. أنا نلاحظ الكثير مننا لا يؤمن في قضايا، وهو خطأ فادح. على أي شخص يتعرض إلى صدمة نفسية يتوجه إلى المراكز العلمية المختصة. وصلنا وياكم لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم لبرنامج مورنينج لايف مرة جميلة. شكرا جزيلا أكيد نور على هذا الاستطلاع. نرجع أكيد مع الست سدى ونتكلم على يمكن أحد المتحدثين قال أنه أنا أهرب من الصدمة إلى النوم. أكو ناس تهرب من الصدمة للأكل، أكو ناس تهرب هي هاي الصدمة والطامة الكبرى اللي يهرب إلى المخدرات ويهرب إلى معاقرة الكحول. وأنا ليش أهرب؟ أنا ليش ما واجه؟ الإنسان العاقل يواجه، يعني أنا خلي أقعد، الله طانا عقل حتى نفكر به، مو حتى بس ننزر عبر راسنا. هاي المشكلة، هو خلي يستعين، خلي يستعين، يعني مو عيب إذا أنا أهرب بالكارتون. لا شوفي، أكو كتاب دكتور خضر أستاذ في كلية الطب، نعم. كتاب الدماغ يتمشى، نعم. أني خلي أختار هاي الطريقة، وأني هاي مجربتها، أختار هاي الطريقة، طبعا هي هذه علمية بحتة، أتمشى. أي مشكلة تصادفني أطلع أتمشى، أتمشى لمسافات بعيدة. من راح أتمشى راح يبدي دماغي يفكر، راح يوجد الحلول لأي مشكلة أنا عندي. هاي فالطريقة كلش ناجحة، بالإضافة إلى أنه أنا ممكن السفر، قال السفر كلش يمس، يسوي ريستارت، يرست هذا الدماغ، يصفي فرمته كله، صحيح. زين، خلي أسافر، مو شرط يعني دولة خارجية، خلي أروح أزور العتبات المقدسة، كروحاني. أزور الأماكن الأثرية، أزور أقعد قدام بحر، أقعد قدام بحر، أقعد بالشاط، أنا ما عندي بحر، لا أنا أقعد أسافر على بناس 100% صح. هاي والخضار هذه كلها صدقوني تخلي الإنسان يرجع إلى وعيه ويبدي يفكر شلون راح يبدي يتخلص من هاي الأزمة والصدمة اللي واجهها. ويا ريت اليوم إذا إحنا تعرضنا لصدمة، يعني من خلالك نصيحة من عند جسد السوداء، إنه اليوم أمشي إنسان يملك الطاقة الإيجابية ينصحني يرشدني، أعرف إنه هذا الشخص صحيح يحبني. اليوم أختار إنسان صحيح يحبني. الرسول ألف الصلاة والسلام يقول لا تربط الصحيحة جنب الجربة، لأنها أني إذا ما أكون صاحبي صحيح وسوي وخلوق ونظيف ما رح أرتاح بحياتي، لأنه الصديق له أثر، كل يعني الصديق يأثر أكثر من الأهل. عندنا أصدقاء السوء يأثرون بنسبة 90%، 100%، لأن إحنا مرات في الأهل ما نكون صريحين بالضبط مثل الصديق. بالضبط، فهو هذا اختيار الصديق جدا مهم وجدا مؤثر على حياة الإنسان. طيب خلينا نتكلم على الشخص اللي عاشر إنسان يلومه، يظل يلومه، ليش سويت، ليش أنت هيك سويت، ليش مشيت بهذا الطريق، ليش دخلت بهذا المشروع، ليش انطيت فلوس وضحكوا عليك، ليش دخلت بهاي العلاقة اللي أنا قلت لك غلط. ليش عاشر الإنسان السلبي؟ شنو راح يسبب، شنو راح يزيد هالصدمه؟ حيدمره. يعني اني بحياتي كل شيء سلبي ابتعد عنه، حتى وان كان ابني، حتى وان كان زوجي، ما دام دمر حياتي، ما دام صارت عندي سلبيه بالموضوع لا ابتعد. فاني ليش اروح للسلبيه؟ ليش ما اختار الطاقه الايجابيه؟ اختار الناس الاسوياء اللي يشعروني بالسعادة، اللي يعطوني طاقة إيجابية، اللي يخلون أفكاري نيرة. هواية الله طانا عقل حتى نفكر به، احنا كبار نعرف الشخص السوي من الشخص السيء. فأنا بهيج حالة راح أشغل عقلي وهو بالعقل النجاة. طيب علامات الإصابة خلينا شوية نقسم الصدمات النفسية، نعم. نشوف الصدمات الكبرى،
صدمة شديدة شديدة تصل إلى حد المرض، لحد المرض والموت، اللي تصاحبها جلطة أو ضغط بالضبط. أو سكر أو إلى آخره. الصدمة الوسط، الصدمة الوسط اللي ممكن علاجها، اللي تعالج يعني ممكن علاجها عن طريق الطبيب النفسي والباحث الاجتماعي والباحث والصدمة النفسي. اللي تكون والصدمة الخفيفة أنا أعالجها بنفسي، أنا أعالجها بنفسي. حلو، بنفسي. خلينا يعني نعرف علامات الإصابة بالصدمة الشديدة وعلامات الإصابة بالصدمة الوسط وعلامات الإصابة بالصدمة الخفيفة، حتى نعرف شلون إحنا نعالج نفسنا. يا نروح لشرنك دكتور نفسي أو مرشد أسري أو باحث اجتماعي مثل حضرتك، أعتذر، أو نروح لدكتور حتى يعالج إذا كانت صدمة شديدة، وإذا كانت صدمة خفيفة أعرف شلون أنا فرز أنه أنا اليوم لازم مثلا إذا كنت أنا عندي طاقة سلبية اليوم أختلي بنفسي، أراجع حساباتي، أراجع استشعر النعم بس ما راجعها واني قاعده بالبيت، لا ابدا، اراجعها واني اطلع. نبلش بالخفيفه، تفضلي. ابلش بالخفيفه، اطلع. انا اليوم صاحبتني صدمه، شو اسوي؟ انا ما اقعد بالبيت واظل اندب حظي والوم نفسي، هذا الشعور بالذنب كلش مؤذي. نعم. لا، انا خلي اترك هذا واطلع، اطلع اتمشى. اولا اختار لي صديق ايجابي، هاي الصديق الإيجابي أو أختي، أروح على أختي، ودائما إحنا عندنا الأخت الكبرى يعني هي تكون ملجأ إنه، فأنا أروح على أختي أو على بنتي مثلا أشرح لها إنه أنا هيك صار بي، مو عيب، هو مو عيب إنه أنا أشرح وأقول أنا ضحك علي، أنا مريت بأزمة سيئة، أنا هيك، مو عيب أبدا. العيب إنه أقعد ألوم نفسي، يعني هذا الشعور بالذنب أزود على نفسي. الوسط، الوسط ممكن هاي الاستشارة بالباحثين الاجتماعيين والنفسيين، هذه تكون الوسط. الشديدة اللي هي بدرجة المرض، لا، هذه لازم طبيب نفسي مختص بالمرض، لأنه هذا المرض النفسي يحتاج إلى أدوية، شوية هاي الأدوية تحد من الكآبة، لأن يعني إذا بقى بالمرض النفسي يؤدي للانتحار، فلازم أعالجه طبيا أولا بعدين نفسيا بعدين اجتماعيا. طيب خلينا نتكلم على الصدمات اللي احنا نجيبها لنفسنا والصدمات اللي تصير بعد، يعني قدر الله سبحانه وتعالى. أيه. مثلا احترق بيت يعني بعيد الشر، صارت فد هاون وقع على البيت. أيه. العراق يعني هذه الصدمه، هذه الصدمه، لكن انه اني مثلا صارت عندي سوء تصرف أني سببت نفسي، هذا يسموه أزمة، ما يسموه صدمة، هاي أزمة. أزمة، فالأزمة تختلف عن الصدمة. عن الصدمة، الصدمة تكون هي خارج إرادتك، يعني وأنت قاعدة آمنة تجيك فجأة، يعني تكون خارج عن إرادتك. الأزمة لا تختلف، الأزمة تكونين أنت مسويتها، يعني نتيجة سوء التصرف. زين، خلينا نحكي على الصدمة العاطفية شوية، ندخل بتفاصيلها أكثر، اللي هي أكثر نسبة بالمجتمع العراقي اليوم، خاصة البطالة، نسبة البطالة قاعدين بالكافيهات يحبون صراحة. اليوم الكثير من يتعرضون للصدمة العاطفية، اللي هي صدمة مواقع وهمية، اللي هي العلاقة طبعًا الوهمية اللي تصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصدمات اللي تصير العاطفية، اللي أحب شخص وما تنتهي بزواج وسنين. مو هي ليش اختارت؟ يعني أنا غير لازم يكون عندي فد هذا الاختيار السيء، هو مو بس بالزواج والهذا. شوف بالزواج شي يصير، انه هذا الشاب يريد يتزوج، فشاف بنية حلوة وغنية وما شاف اخلاقها، فبحث على الجانب يعني المادي، يعني نفسه براسها قصدك؟ اي هواية هواية اي، فهذا ما فكر باخلاقها، ما فكر بتربيتها، استثمار بالضبط. هو احنا صار عندنا مع الاسف الزواج ماده، مادة البنيه يعني. بس تريد واحد زنقين وسياره وبيت زين. والفتيات اللي يدورون على هسه انا بدي اقول البنيه اللي تدور على البيت والسياره، هاي كلها زائله، هاي كلها تروح وتجي، يعني هي تجي صح يراد لها فد وقت، يعني انا بعد 15 سنه يلا صار عندي بيت، يريد لها صبر، لكن هسه وين؟ ماكو سنة واحدة إذا ما جاب لها البيت، أو بالبداية إذا ما جاب لها البيت والسيارة ما ترتبط بي، ما تقبل بي. فهي نرد نعيد ونقول
المجتمع العراقي تغير والتربية تغيرت. لها دور كبير في سلوك الإنسان. طيب رأيك سيدة، الصدمة من الطفولة أخطر من الكبار؟ طبعا طبعا. شلون؟ لأن الطفل ما عنده فت خبرة، الطفل ما عنده فت خبرة، والأزمات اللي تصير عند الأطفال ترسم بدماغه. فرويد شي يقول؟ يقول الطفل كالورقة البيضاء من يوم إلى 6 سنوات. نعم. أي شيء يرسم بهاي ال6 سنوات يبقى بدماغه، يبقى يعني بالذاكرة، ما يروح. ممكن يطيب منه بس ما يروح. لكن البالغ لا، عنده يعني القدرة أنه يقدر يتصرف ويقدر. الطفل منه عنده غير أمه وأبوه؟ ما عنده غير أمه وأبوه، واحتمال فاقد للأم أو للأب، فتحت رحمة العائلة البديلة. لكن البالغين لا، احنا عندنا بدائل هواية نقدر نتغلب عن صدماتنا. طيب اليوم أنا عندي طفل وتعرض للصدمة، شنو الطريقة اللي أقدر أعالج ابني أو أعالج بنتي وأخليهم يتخلصون من هذه الصدمة؟ إيه، هو أنا هي حسب الشدة، حسب شدة الصدمة اللي يعاني منها. أكيد. إذا كانت كلش قوية أروح الطبيب النفسي، وإذا كانت يعني زينة يعني متوسطة، والأم إذا كانت مثقفة. مو إحنا هاي تتبع ثقافة الأم، إيش قد تقدر تعالج حالة ابنها أو بنتها؟ تكون مثلا بشراكة بالنشاطات، يعني مثلا تودي للمول يلعب بالألعاب، تودي للساحات الرياضية. كل الرياضة كلش مهمة، يعني أخلي ممكن يتواصل اجتماعيا ويا الأطفال، هو دمجه بالمجتمع. دمجه بالضبط، دمجه بالمجتمع. بالبيت شو أسوي؟ مثلا تقول أنا ما أقدر أطلع، بالبيت أنطي ورقة وقلم يكتب يرسم، أجيب له لعب الميكانيك اللي طبعاً نهائياً لا تنطي الموبايل نهائي، لأن هذا مدمر للشخصية الطفل. أنطي اللعب الميكانيكية اليدوية، هاي الألعاب اليدوية تحفز الدماغ، تخلي الطفل يفكر وينشغل وينسى اللي صار بي. سيدة فاضل الخفاجي، باحثة في الشأن الاجتماعي، أنا جدا أشكرك وأشكرك على المحاور. رجعتوني للماضي. أي والله والله، إحنا مرجعنا بصراحة وياك، وخليتينا بصراحة نراجع نفسنا من خلال هذه الجلسة، اللي شلون الحياة قصيرة. الحياة قصيرة، حرام أني أعيشها بالنكد والحزن والتعاسة. بقلايك. حياة حلوة. بقلايك أكيد. حبيبتي. إعجاب كبير الكلام لك، يعطيك العافية، ودائما يا ربي نتمنى هاي الطاقة الإيجابية موجودة بكل من يشاهدنا اليوم، لأنه إحنا بالأخير قلنا العراق جريح وبي صدمات هواية. نعم. إن كانت بداية أكون سلبية أو إيجابية. بدينا أكيد. شكرا بداية. جزيلا لك. حبيبتي حبيبتي. ننتقل إلى جرائم الشرف تشكل ما يشبه الظاهرة في المجتمع العراقي. هل أصبحت جرائم الشرف تشكل ظاهرة في المجتمع العراقي؟ أيضا لماذا القانون لا يضع حد لها؟ أكيد الثقافة القانونية دائما متواجدة ببرنامج مورنينج لايف مع حضرة المحامي الأستاذ علي خليل. أهلا وسهلا بك. تفضل أستاذ علي، نورتنا. يسعد صباحك، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. شنو أمورك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بك، نورتنا. اليوم موضوع مهم جدا ويشكل فئه كبيره من المجتمع، اللي هي جرائم الشرف بزياده نشوفها بالوقت يمكن بالاونه الاخيره. لكن قبل لا ندخل بهذا الموضوع، خلينا نتكلم اكيد على خليجي 25. دائما الثقافه القانونيه والحس القانوني والكلام القانوني جدا مهم. نشوف انه كثير من التسقيط اللي صار على خليجي 25، اليوم احنا كمواطنين عراقيين نحب يعني انه نفتخر انه احنا عندنا هيك حدث مهم صار عالمي، يعتبر وليس عربيا، عالميا، لان الجميع تحدثوا إن كانوا أجانب أو عرب على الحدث أو الصرح الهائل بإستاد البصرة، من يمكن حضور غفير، من عروض رائعة جدا مبهرة، وحضور مطربين عراقيين جدا مشهورين. بالتالي شفنا تسقيط كثير يعني من قبل بعض المشاهير والمواطنين. عملية التسقيط هاي تكون مغرضة طبعا، السبب الرئيسي مواقع التواصل وعدم المراقبة عليها والمتابعة عليها. هذا طبعا سبب يعني يسبب مشاكل بعموم الحياة والمجتمع حاليا. نعم. دائما ينظرون للأمور الجانبية، دائما الأمور السلبية
يتركون الامور الايجابيه، يتجهون دائما للسلبيه، وطبعا ما تعرفين شنو اغراضهم، شنو نواياهم، شنو اسبابهم. عليها اشكال قانوني؟ يعني اليوم محاسبه قانونيه، يعني سوري، اليوم المطرب او المشهور او المقدم البرامج الرياضيه هو واجهه للعراقيين. احنا يصير اخفاقات، وتصير يعني اذا هيك حدث كبير بحضور غفير لازم بد اكو اخفاقات. أكيد يمكن أكيد. احنا الملعب ولاول مره، بالضبط ولاول مره بالبصره، يمكن صارت 1979 ببغداد. نعم. يمكن لو احنا اذا نلاحظ يعني نسبه النجاح بنسبه الاخفاقات اللي صارت لا شيء. إيه؟ لا شيء، احنا خلينا نركز بالنجاح. أكيد. فالاشكال القانوني ممكن يصير يعني اكيد اكيد، يعني اي شخص ساء او اتخذ اجراء يعني غير قانوني اكيد يتحاسب قانونيا، والا حق اي شخص يعني سبب اساءه يتحاسب قانونيا وقضائيا على هذا الموضوع. بالاخير احنا نفتخر عندنا هيك شيء حدث صار خليجي 25، يعني كان مو والاخفاقات وارده، والاخفاقات اكيد وارده، ويا ريت اليوم شوي نطول بالنا للي يحاول يسقط هذا الحدث او يحاول انه يسوي اشكال ومشاكل او يزعل ال نقول يعني المشاكل الموجودة. احنا مو بحاجة، احنا اليوم كلنا نريد نفرح، يعني كانوا هم يقدرون يتغاضون عنها او يعني اتمنى انه بالمستقبل اكيد المباريات الجاية اللي راح تصير اكيد يعالجون هاي الاخفاقات لا وشوية لا. يعني خلي شوية حوصلتنا شوية نكبرها اكثر. هاي مشكلة المجتمع العراقي، مشكلة المجتمع العراقي. نرجع الى جرائم الشرف تشكل ما يشبه ظاهرة في المجتمع العراقي. برأيك اصبحت جرائم الشرف تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع العراقي؟ تفضل. اصبحت يعني تفتك بالمجتمع العراقي، وطبعا اكو اسباب كثيرة بسبب تطور الحاصل بالعالم الخارجي بصفة عامة والعراق بصفة خاصة، ونتيجة ارتباط العراق بالعالم الخارجي عن طريق مواقع التواصل والتطور الإلكتروني الحاصل. طبعا لا ننسى دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني بهذا الموضوع من ناحية التثقيف أو التطوير، لا نرى طبعا صراحة أي دور لهم بهذا الموضوع. لا ننسى العراق مجتمع قبلي عشائري ديني، هذا الموضوع احنا ما ننساه، بس يجب الفصل بين القضاء وبين الدولة كسلطة تنفيذية. نعم. يعني القضاء حد أعطى عقوبات، والدولة كدولة كمنظمات مجتمع مدني دورها التثقيف تطوير، بس القضاء أعطى عقوبات. لا أعطى عقوبات أكيد، يقرر أكيد موجودة عقوبات، موجودة. نعم. عقوبات أستي أدش المادة أولى بقانون العقوبات، لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بنص قانون. فهمت. يلا سهل، اذا ماده 409 405 406 نفصل بيناتهم، 409 قتل، 405 406 قتل ايضا. 409 الفرق، 409 القتل في حاله تلبس بالزنا، تلبس وتكون عقوبه لا تزيد عن 3 سنوات. 405 406 توصل للاعدام او المؤبد. بس ليش انطاها ب 409؟ السبب 409، نرجع على الماده 128 قانون العقوبات، الطاهر يعتبر عذر مخفف إذا كان في حالة قضايا الشرف أو استفزاز خطير. يعني إذا نلاحظ أنت كل عقوبة، لكل جريمة عقوبة، لكل مادة أكيد عقوبة. أكيد. نعم. من 393 إلى 397 الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة، 399 الجرائم تحريض على الفسق والفجور، من 400 إلى 403 404 الجرائم المخلة بالأحياء وغيرها المخلة بالآداب. يعني أنت لكل جريمة عقوبة. طيب هاي المواد اللي ذكرتها كلها بها عقوبات، وعقوبات شديدة نوعا ما، لكن هناك هذه الظاهرة تكثر يعني بصراحة، من يتحمل أسباب كثرة هذه الظاهرة؟ هل هو القانون يعني مدى ينفذ أو متغاضي؟ يعني الكثير مثلا المجتمع العراقي يتساءل اليوم، إحنا هذا الموضوع ده نطرحه مو رأينا، هذا رأي عام، اليوم نشوف أنه كثرة الحالات والمشاكل الموجودة، جرائم الشرف كثيرة جدا بالمجتمع العراقي. الرأي العام شنو سبب الرأي العام؟ مواقع التواصل. القضاء يتحرك على أساس شكوى. نعم. قدمت شكوى يتحرك القضاء، إذا لا توجد أدلة كافية فرح يغضب. إحنا تركينا موضوع الأدلة وحيثيات الدعوة. نعم. القضاء يتحرك على اساس شكوى. نعم. ماكو شكوى اذا المواطن ما يشتكي، يتخوف من موضوع الفضيحه او غيرها. اكيد. شلون يتحرك القضاء؟ شلون يتحرك القضاء؟ بس انت مواقع التواصل
مدى يميزون، مدى يفرقون بين القضاء، دور القضاء ودور الدولة ودور منظمات المجتمع المدني. وهاي مواقع التواصل صراحة مواقع التواصل يعني أيضا عندنا إجراء يعني نتخذ إجراء باتجاهها وعن قريب جدا، يا أما حجب يا أما حجب مواقع التواصل اللي تضر أو مراقبة المتابعة عليها. وهذا عمل وزارة الاتصالات. يعني أنت سي مثلا أكو برامج هواية تيك توك غيره 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 غيره، هاي دمرت المجتمع العراقي تماما. نحن تيك توك انحجب ببعض الدول بصراحة. ما يعني أنت المشكلة المجتمع العراقي نسبة 60% إلى 70% يعني دائما الأمور يستغلها بصورة سلبية. يعني أنا أوكي مواقع التواصل أستخدمها لمنفعة، يا أما أنفع نفسي أو أنفع غيري. إحنا هسه حاليا لا، مضرة فقط. طيب ليش اليوم القانون ما يضع حد على قتل الفتاة بحجة غسل العار؟ يعني اليوم إحنا بحاجة للقانون هو اللي يحد أو يعالج هذه المشكلة ويعاقب. اليوم نشوف أنه أغلبية الحالات لغسل العار بقتل الفتاة. قانون أنت عقوبة للذكر والأنثى. للذكر والأنثى. فهمت شنو أقصد؟ نعم نعم نعم، للذكر والأنثى. بس لكن موضوع غسل العار هي ذكرها بالمادة 409 ونرجع للمادة 128 من قانون العقوبات. اعتبرها عذر مخفف في حالة التلبس. يعني مو مجرد شخص ادعى أو شاف عن طريق شخص، لا التلبس. بالجرم المشهود. مع أدلة كافية. نعم. لا مو أدلة. يعني شوفوا بالجرم المشهود. إيه. صحيح. يعني مو موضوع أنا شفت أو أحد أو عن طريق سمعت. أقوال لا إطلاقا أو سمعت. نعم لا إطلاقا، بالجرم مشهود يشوفه يا فيديو ممكن. لا بالجرم مشهود، لا مو فيديو. بالجرم واقعي. مشهود أكيد واقعي. نعم لماذا تحاسب الفتاة ولا يحاسب الرجل بقضية الشرف؟ وهل هو خطأ ممكن يكون من الطرفين؟ حيثيات الموضوع هذا صراحة كثيرة بس جداً. لكن موضوع أنت السلطة التشريعية اللي شرعت القوانين أخذت جميع الأمور بعين الاعتبار، وأخذت موضوع إحنا كمجتمع العراقي ووضعة المجتمع العراقي، نواة المجتمع العراقي، كل أخذتها بعين الاعتبار أكيد. ما نقدر ندخل بتفاصيلها نعوفها برأيك؟ تفاصيل شنو؟ لماذا يحاسب القوانين؟ الفتاة؟ لماذا تحاسب الفتاة ولا يحاسب الرجل؟ لا مو إحنا الشرع والقوانين العراقية الصراحة يعني القوانين العراقية ما بها نسبة 1% خطأ، وكثير من الدول تعتمد يعني عليها. يعني القصد اليوم إذا شخص دخل على زوجته وشافها ويا شخص أوكي تمارس الزنا راح يقتلها ويحاكم ينحبس 3 سنين. الزوجة من تدخل تلقى زوجها ويا وحدة تقتله هي تنحكم بالإعدام. أكو يعني أكو شيء هو اليوم المواطن العراقي، إحنا اليوم مجتمع دا نتطور، فبالأخير إحنا اليوم المرأة دا تشتغل بوظائف الرجل، بالتالي المرأة دا تكون يمكن صارت نائبة ووصلت إلى وزيرة إلى آخره. فاليوم يعني دا يدورون على المساواة، أنه اليوم ليش المرأة لما تشوف زوجها مع وحدة بغرفتها تروح تقتله تتحاكم بالإعدام، أما الزوج إذا راح شاف مرته وقتلها انسجن 3 سنين. المساواة مو بجميع الأمور. المساواة مو بجميع الأمور. المرأة تعمل تطور من ذاتها، إلها دور كبير بالمجتمع، لكن أكو أمور لا، أكو أمور لا. ولا ننسى إحنا مجتمع شرقي وليس غربي، مجتمع شرقي. ما راح يكون تطور بالدول العربية أو بالعراق؟ إحنا مجتمع شرقي، مو ضد تطور المرأة، تطور الوضع الحالي، لا مع. هذا السؤال أكيد يعني النساء تحب تسأله فأنت جاوبت هذا. ونرجع إلى بعض التقاليد والأعراف، تستغل القانون بهذه الجزئية لشرعنة القتل؟ لا أكيد التقاليد والأعراف ما تستغل من شرعنة الجريمة، لكن كل جريمة أكو عقوبة، أكو عقوبة. لكن نرجع نكرر، القضاء يتحرك على أساس شكوى. القضاء ما يبحث وين الجريمة، هذا دور مو القضاء، السلطة التنفيذية. فإحنا يجب الفصل بين القضاء وبين السلطة التنفيذية. خلينا نروح إلى استطلاع أكيد مع زميلي علي خشان ونشوف رأي المجتمع العراقي بجرائم الشرف تشكل ما يشبه الظاهرة في المجتمع العراقي. نروح خلفك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف، استطلعنا لهذا اليوم بخصوص جرائم الشرف ومدى تأثيرها على المجتمع، ظاهرة دخيلة دخلت على المجتمع، فخليكم ويانا نعرف آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع.
أسبابها أولا الضعف بالقانون والضعف بالسلك العشائري، يعني انضباط بالسلك العشائري مو مثل قبل تقريبا. عندك وسائل التواصل الاجتماعي استخدامها صار بسوء نوعا ما. أسبابها أكيد ضعف القانون وضعف يعني إذا هم سولف على ضعف الأهل اللي هي هم تتبع ماكو، سيطرة هم ماكو، والأول والرئيسي هو هسه السوشيال ميديا اللي هسه منتشر، أي فماكو أي حد لهاي الظاهرة. انتشرت قضايا الجرائم اللي تحدث باسم جرائم الشرف، هذا موروث تقدر تقول عليه قديم وظل متأصل بالمجتمع. المجتمع قسم يعني مع الأسف يفكر بطريقة يعني عشائرية صرفة، والعيب والكذا كل هذه الأمور ما زالت مترسخة داخل المجتمع. فأنا أعتقد هاي الظاهرة راح تستمر فترات طويلة. بالحقيقة هي أول شيء هي العادات والتقاليد العشائرية اللي احنا تعرف متحكمين بها وندور داخل إطار محدد بهاي العادات والتقاليد، إضافة إلى تخلف المجتمع. احنا بالانفتاح اللي صار عندنا ما صار عندنا انفتاح في ثقافة معينة أو ثقافة مفتوحة، صار عندنا تراجع شوية بالثقافات، وبدت بعض الثقافات اللي كانت منغلقة اللي احنا ما كنا نشوفها قبل مثلا 2003 وغيرها وغيرها. بعد 2003 بدت هاي العادات والتقاليد تنتشر بصورة كبيرة. هسه لعدة أسباب، يعني أكيد هي الأسباب الرئيسية مرجوعة إلى شيوخ العشائر ووجهاء العشائر اللي ممكن هم يحدون من هاي الظاهرة. الأسباب الثانية ثقافة الشاب، ثقافة العائلة اللي ممكن هي السيطر على جريمة الشرف، أو ممكن يعني الاختلال اللي يصير بالشرف عن طريق ممكن تناقش، عن طريق فد ثقافة معينة، عن طريق فد حلول ممكن تحد من هاي الجريمة. لكن تعرف احنا عندنا شوية قلة ثقافة، قلة وعي بهذا الموضوع، فأدى هذا الموضوع على انتشار الجريمة. أول شيء القانون ضعيف كلش بالعراق، يعني فردنا ضعيف، مو بس هالموضوع، كل الموضوع ضعيف. ثانيا عرف ليش الاجتماعي الموجود عندنا كلش يعني شلون اقول لك ضد الانسان، يعني اعتبره بصراحه اغلبه مو كله اغلبه، يعني بس يشوف انه بنيه سوت شيء غلط كانما سوت جريمه، يعني مو بس هواي مواضيع بخصوص المراه، اذا سوى شيء بسيط كانما سوت جريمه، عكس الولد اذا سوى مصيبه عادي يحلوها الموضوع بفلوسه، بس بنيه لا. فانا اللي اطلبها قتلوها، انا اغلب الظن قتلوها، اذا ما قتلوها يعذبوها يخلوها تتمنى الموت. فلازم يصير مساواه بين الرجل والمراه من حيث التعامل، من حيث بالقانون او داخل الاسره. نتمنى من الجهات ذات العلاقة توضع خطط حقيقية لردع هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي. مشاهدينا الكرام، انتهى استطلاعنا لهذا اليوم، وهذه عودة لزملاء باستوديو مورنينغ لايف. شكرا جزيلا علي خشان على هذا الاستطلاع الرائع جدا. كثير من بصراحة الثقافات شفنا، وكل شخص عاداته وتقاليده وكل شخص رأيه، يعني نشوف اللي قال قلة وعي قلة ثقافة. المتحدث الأخير اللي هو شوي أنا أريد نعقب عليه، قال إنه القانون ضعيف. مفهوم القانون شنو؟ أنا بس أفتهم القانون يعني أدى المجتمع، أو مفهوم القانون يعني أي قانون، أي قانون يتكلم عنه. مفهوم القضاء، مفهوم أي مفهوم يعني القانون. يعني إحنا مشكلة مع الأسف البعض من المواطنين ثقافة غير كافية مع تصريح، هذا راح يأثر على كم شخص، وهذا كم شخص يأثر على كم شخص، على كم مجموعة. والسبب أيضا مواقع التواصل، مواقع التواصل. تعرف شنو أتمنى حضرة المحامي؟ أتمنى أنه اليوم يصير عندنا مادة، يعني تبدأ تدرس مادة قانونية للمواطن العراقي من صف رابع ابتدائي أو خامس ابتدائي، من تحسه أنه صار وعى. حتى اليوم إحنا كلنا نعرف القانون العراقي شنو بيه، شلون نتصرف في القانون العراقي، شنو الصح وشنو الغلط. يعني بحاجة إحنا إلى ثقافة قانونية الجميع من صغير إلى كبير. أنا بس ثقافة قانونية، المجتمع العراقي بحاجة هواية ثقافات. يعني بعض الدول حتى الخليجية أو الأوروبية كل عائلة عندها محامي تستشيرها بأي قضية، أي تحرك تتحرك، محامي العائلة. محامي العائلة صحيح، يعني مو شرط العائلة تكون غنية أو فقيرة، لا، أي عائلة. أي عائلة. طيب بعض التقاليد والأعراف يعني للأسف
احنا نحكي بيها لكن احنا ما نعرفها، يعني من ناحيه الجرائم الشرف. يعني اليوم احنا نحلل واكو ناس تحرم كيفهم، بالتالي هي هاي المشكله الكبيره اللي اذا تصير زياده هذه الظاهره بسبب انه احنا نحرم ونحلل كيفنا. مو من حق اي شخص، اي شخص يحلل او يحرم اذا كان مع احترامنا لجميع العشائر، شيخ عشيره او اي جهه، ما من حقها تحلل او تحرم. القضاء هو يتخذ الاجراء بهذا الامر، مو يعني هو اي شخص بصفته منه يحلل او يحرم هذا الموضوع حلال او حرام اطلاقا، مو من حقه. القضاء هو الفاصل يكون بهذا الموضوع اذا كانت هذه جريمه او لا. ذكروا الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي وهي اللي زادت من هذه الظاهره، برايك صح؟ يمكن في البدايه ذكرتها أكيد أكيد، لكن خلينا ندخل بتفاصيلها أكيد. يعني من اي ناحيه احس يعني اليوم احنا ندب اللوم على الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا دور السلطه التنفيذيه، هنا دور السلطه التنفيذيه، ما نجي على القضاء، دور السلطه التنفيذيه. وذكرتها قبل قليل يمكن حجب المواقع الاباحيه بالفتره الاخيره، سمعنا كم موقع انحجب، لكن بعد لا انت المشكله هي مو هاي المواقع، المشكله مو هاي المواقع، المشكله عندك مواقع الكلام هذا عن طريق مواقع التواصل، هذا ياثر اكثر، اثره اكثر. اذا لاحظ اكو فيديوهات عن طريق شوف تيك توك او الفيسبوك او غيره، عالم تفكر تحصل مشاهدات او لايكات محرضه باي طريقه باي وسيله باي وسيله. وذكرتها سابقا راح يكون عندنا خطوه بهذا الموضوع، يعني ان شاء الله والله نتمنى احنا يعني بصراحه يكون هناك قانون رقابي يراقب بالتيك توك، يراقب الانستغرام، لان بصراحه هناك فيديوهات اكثر من عشر مواقع تواصل موجوده حاليا، يعني كثيره جدا فيديوهات ما تمد لنا بصله من ناحيه لبس اطلاقا، يعني تصرفات رقص غيرها، يعني احنا بننصدم. يعني هاي افعال كلها مخله بالقانون، مخله بالاداب وبالاخلاق. لو يعني أنا ممكن بالسلطة القضائية وقلت لك يا حضرة المحامي علي خليل، نريد من عندك إضافة قوانين ممكن أنه تسوي حماية أكثر وتعزز أو تخفف من الظواهر اللي هي جرائم الشرف. قانون العقوبات الجديد، نعم، كتابته انتهت وحاليا مر مجلس النواب باسم الجلد إقراره، واكيد راعي تطور الاوضاع الحاليه والتطور المجتمع واخذ بعين الاعتبار نواه المجتمع العراقي والنظام العراقي والنظام الدولي. حاليا على اقرار متوقف ان شاء الله. انا جدا ممنونه انه اكيد قبلت ان نستضيفك بهذا الموضوع المهم جدا، يعني هذا الموضوع بصراحه خط احمر اكيد، ويعتبر من اللي نقول المنطقه الحمراء اللي احنا بصراحه يعني شويه صعب علينا ندخل بها ونحكي بها اكثر، لان يعني كثير من الاطراف مشتركه لا بهذا الموضوع. شكرا جزيلا حضره المحامي علي خليل، اتمنى لك الموفقيه. الله يسلمك، شكرا جزيلا، نورتنا. ننتقل الى اهم الاخبار الموجوده بمواقع التواصل الاجتماعي. دائما زميلتي طيبه عامر جاهزه بالاخبار والاخبار الحصريه اللي بيها مصادر حقيقيه وموثوقه. اكيد طيبه، يسعد صباحك ومساءك، اهلا وسهلا، نورتي الاستديو. مرحبا طيبه، كيف شلونك؟ شو الاخبار؟ الحمد لله بخير. شنو هذا الازرق؟ شلون الازرق اليوم؟ كلش كلش صراحه كلش حبيته طالع اليوم صديقتي من الصبح، مش طالع منتخب اللوجو اليوم، اللوجو مال السومريه بصراحه. اي والله اللوجو مالتنا. مساء الخير والعافيه على مشاهدينا ومتابعي برنامج مورنينج لايف. مثل ما عودناكم اكيد نحكي بالاحداث اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعه اللي فاتت. نبدا احداثنا لهذا اليوم، نبدا حدثنا بافتتاح عالمي لخليجي 25 في بصرتنا الحبيبه. خلينا نشوف الفيديو سوا. Oh!
طبعا مثل ما شفنا افتتاح خليجي 25 في بصرتنا الحبيبة، رفع راسنا بين العرب بين الخليج. تشوفين انه كان حدث غير عن متوقع، كنا كلش متفائلين والحمد لله انه مضى. انا عن نفسي كنت يعني شوفي مرات انت اهل البيت يخافون على البيت لما عندنا فد عزيمه او لازم احنا نكون قد العزيمه، لانه 34 الف وافد اجى ودخل للعراق. صحيح. بالتالي احنا كان تسليط الضوء على حضارات العراق، تسليط الضوء على هذه العروض الرائعه جدا اللي تخص بلاد الرافدين، جيشنا الحبيب، وصول المطربين، ابهر الوطن العربي بالضبط. وتفاجئنا احنا شخصيا، العروض الضوئيه كانت مبهرة جدا بمعايير عالميه. صحيح. بحد ذاته انا عراقيه وافتخر. اي والله عراقيين ونفتخر اكيد. وننتقل للحدث اللي بعده بكلمة رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني اثناء افتتاح بطولة خليجي في خليجي 25 في بصرتنا الحبيبة. خلينا نشوف الفيديو سوا. بين الاشقاء العرب الخليجيين، تمنياتنا لكل الفرق بالتوفيق وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية. والآن أعلن وعلى بركة الله انطلاقة خليجي 25. وننتقل للحدث اللي بعده. الشاعر حازم جابر يكتب افتتاح أوبريت خليجي 25 في البصرة بالكامل بأصوات فنانين الكبار أكيد جواد الشكرتشي وفنانتنا الجميلة إيناس طالب ومحمود أبو العباس ومحمد هاشم وحيدر عبد الثامر اللي جسد دور السندباد مع أغنية الافتتاح أكيد للفنان العراقي حسام الرسام والفنانة رحمة رياض أحمد والفنان الشاب محمود الترك. شفنا أنه الافتتاحية فوق الخيال. طبعا هنا نشكر الشاعر حازم جابر ونشكر جميع فنانين وممثلين اللي شاركوا بدعم خليجي 25. حبيت أنه يعني ابتدأ الحفل بكلمة من السندباد البحري، الشخصية الأسطورية من حكايات ألف ليلة وليلة. أي. اللي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا من البصرة. هذا بحد ذاته همين يعتبر فخر، هذا شيء احنا نفتخر به، لازم نعرضه لي أكيد دول الخليج. أكيد. شوفي لم عشاق كرة القدم بالبصرة بحد ذاته هو فخر، فخر إلنا، ونتمنى يا ربي الفوز عراقي أكيد بالأخير. إن شاء الله يا رب. إحنا مثل ما نعرف إنه المباراة انتهت تعادل سلبي مع عمان، مع أكيد شقيقنا المنتخب العماني ومنتخبنا العراقي. وننتقل إلى تغريدات نجوم الوطن العربي يهنون الشعب العراقي بافتتاح خليجي 25 في بصرتنا الحبيبة. طبعا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض تغريدات لنجومنا، نجوم الوطن العربي يهنون الشعب العراقي. خلينا نشوف التغريدات سوا. خلينا نشوف. نوال الزغبي الفنانة شذى حسون: افتتاح مشرف وعظيم خليجي 25 لعراق البصرة، حفل الإعلامي حفيظ الدراجي لأهل البصرة والشعب العراقي يليق بالله، فعلا افتتاح مبهر ورائع. شكرا لكم. طبعا أحلام تقول ليش ما أخذتوني معاكم. أيوة والله المفروض، العراقي يستاهل أكيد. مصطفى الأغا بعد هو رائد كرة القدم وكثير أكيد. من النجوم الوطن العربي وهواية تغريدات يهنون الشعب العراقي بافتتاح خليجي 25. وننتقل للحدث اللي بعده. اللاعب الأسترالي السابق تيم كاهل حول بطولة خليجي 25 في البصرة يصرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: كنت أسمع كثيرا عن العراقيين وشغفهم وحبهم لكرة القدم، لكن عندما حضرت بنفسي أيقنت أن العراق مظلوم ويستحق الأفضل، وحضور الجمهور أعتبره الأول في آسيا. يعني ما أعرف شنو أقول، بس 100%. اي والله 100%. يعني مع هذا الكلام الايجابي احنا اليوم بحاجه. طبعا يعتبره الاول بقاره اسيا. تعرفيش اللي يحزني اكثر شيء بصراحه؟ أي. اليوم احنا نشوف البلوجرز والمشاهير والمطربين العرب كانوا محتفين
بالحدث اللي صار بالبصرة، وفرحانين لكن اليوم احنا نعاتب بعض المطربين العراقيين، نعاتب بعض المشاهير العراقيين اللي حاولوا للأسف الشديد، لكن ما يقدرون اكيد. وننتقل للحدث اللي بعد الاتحاد. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال مع اللواء الدكتور سعد معني يوضحان آلية حل إشكالية بطاقة ورمز دخول الملاعب لبطولة خليجي 25 في محافظة البصرة. خلينا نشوف الفيديو. واحدة من النقاط اللي كان فيها إشكالية يوم أمس اللي هي موضوع التكتات، البعض قال أنا دخلت بدون تيكت والبعض آخر كان عنده تيكت وما دخل بها، وهكذا من التفاصيل. اليوم رح نطبق موضوع القراءة، لأن أكو شركة عالمية وشركة يعني بالتأكيد الكابتن معانا، رح يكون دخول منظم من خلال قراءة التيكت هذه الباركود، ورح نسوي تجربة. خلينا نسوي تجربة يا ريت. نعم، يعني الجهاز يعني بالموبايل مباشرة يتم قراءة التيكت بطاقة. شوف هذا ليش قراءة جتي للتيكت. أنغام، مثل ما شفتي الفيديو هنا، أنا رئيس الاتحاد لكرة القدم الكابتن عدنان درجال واللواء الدكتور سعد معنا، أكيد تحياتنا لهم ونشكرهم على التوضيح. نشوف أنه صارت بعض الإشكاليات بسبب البطاقة، كثير من الشباب باعوها بالسوق السوداء وألقوا القبض عليها، وكثير عالم وقعوا بهذا الفخ وما قدروا يدخلون داخل الملاعب حتى يشوفون الافتتاحيات والمباراة بين منتخب العماني. لكن هنا وضحوا انه الباركود، من خلال الباركود تعرفين انه هذه البطاقة صالحة او غير صالحة. وننتقل للحدث اللي بعد أبطال الجيش العراقي يشاركون في حفل افتتاح خليجي 25 بالتزامن مع عيد الجيش. خلينا نشوف الفيديو. طبعا أنغام، احنا مثل ما نعرف يوم الجمعة صادف مع افتتاحية خليجي 25 عيد الجيش. طبعا نبارك لهم أكيد، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، جيشنا سور وطننا. أنا باركت لهم أكيد. وكان الافتتاح من ضمن العروض اللي شفناها، يمكن احنا مواكبة لنفس الوقت هم شاركوا بعيد الجيش العراقي. أكيد كل عام هم بألف ألف خير، يا ربي تبقون سندنا وتبقون خيمتنا وعمود هذه الدولة الجريحة بصراحة. يمكن نشوف التعب، متحملين البرد، متحملين المطر، متحملين الحر، يا ربي صحة وعافية ويخليكم لنا إن شاء الله. ونكون إحنا بخدمة الجيش، مو بس هم خدمتنا أكيد. وننتقل للحدث اللي بعد وزير الشباب والرياضة يصرح افتتحنا ملاعب المدينة وكربلاء والكوت أمام الجماهير لمشاهدة حفل افتتاح مباريات منتخبنا مع المنتخب الشقيق العماني مجانا. احنا نرجع ونقول انه اكو كثير عالم ما قدروا يحضرون افتتاحية خليجي 25 في البصرة، لكن وزير الشباب والرياضة فتح عدة ملاعب بالمدينة وباقي المحافظات حتى المواطنين او الجماهير والمشجعين يحضروها مجانا. وننتقل للحدث اللي بعد العنود الأسمر، أول امرأة سعودية تشارك ضمن طاقم حكم خليجي 25 في البصرة، وتعد العنود أول امرأة عربية تحصل على الإشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستكون متواجدة في بطولة خليجي 25. شنو رأيك بهذا الحدث أنغام؟ العنود الأسمري أول امرأة سعودية تشارك ببطولة خليجي 25 من طاقم الأحكام. يعني شوفي، هو هذا الحدث بحد ذاته احنا لازم كل شيء نتوقع به كل خير وكل طاقة إيجابية، فمو غلط اليوم العنصر النسوي يشارك، يكون مشارك بالبطولة. بالبطولة بالضبط. يعني قلنا احنا شفنا بكأس العالم هم كان طاقم نسائي، رح يكون غير أكيد.
وننتقل للحدث اللي بعد مكتب رئيس مجلس الوزراء بدأ العمل بفتح الطرق والأنفاق في منطقة الخضراء اعتبارا من اليوم من الساعة 5 صباحا إلى 6 مساء، ودخول الخضراء سيقتصر على السيارات الصغيرة ولن يسمح بدخول السيارات الحمل. طبعا هذا الحدث صرح رئيس مجلس الوزراء يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنغام هنا الخضراء، طرق الخضراء اللي كانت مغلقة رجعت انفتحت حتى تقلل من الازدحامات اللي تصير بالشوارع العراقية. وننتقل للحدث اللي بعده، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتنبأ الجو العراقي يشهد موجة أمطار وثلوج ابتداء من اليوم حتى الثلاثاء المقبل. وننتقل للحدث اللي بعد، أكيد وفاة وديع ابن الفنان جورج والسوف أثر مضاعفات صحية لعملية تكميم المعدة. والحدث أكيد نختم أحداثنا بحدث جميل، رئيس هيئة المنافذ الحدودية بلغ عدد الوافدين لبطولة 25 خليجي 25 في بصرتنا في مطار بغداد الدولي ومنفذ صفوان الحدودي ما يقارب 34 ألف موزعة ما بين المنتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير وغيرها كثير. طبعا هذا كان آخر حدث، أتمنى استمتعتوا بأحداثنا لهذا اليوم، أتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله. أنا كلش أشكرك، نهار سعيد، نهار سعيد، ينطيك العافية أكيد، وهذه الأخبار المفرحة اللي دائما طاقة إيجابية حبيبتي، شكرا، ودائما أخبارك موثوقة بمصادر. شكرا جزيلا حبيبتي، ألتقيك باكر إن شاء الله. ننتقل إلى السكايب المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، الضيف تغلب عبد الهادي الوائلي معمار مخطط أكيد مدن. خلينا نستقبل أستاذ تغلب، كيف الحال؟ يسعد مساءك، شلونك؟ إن شاء الله تمام. صباح الخير عدنا. صباح الورد والعافية، ولو إحنا عدينا الساعة 12. أستاذ تغلب أحيي أنت من كندا أكيد. نعم، بداية، هل بغداد تحتاج إلى استحداث أو ترميم، وما هو رأيك بالخطة؟ الحقيقة بغداد مثل ما تعرفون حوالي أكثر من ربع سكان العراق يسكنوها. نعم. ومساحتها ووزنها السكاني بحدود دولة، يعني أكبر من البحرين، بحدود سكان لبنان. نعم. والأردن، يعني اليوم بغداد مساحتها 4500 متر مربع ويسكنها أكثر من 10 ملايين شخص. طيب، هذه المدينة تركت حوالي 40 سنة بدون مخطط وبدون تطوير وبدون تنمية، وهذا شيء مؤسف. احنا اليوم يعني بغداد تحتاج مو بس استحداث أو ترميم، بغداد تحتاج إلى دراسات معمقة، تحتاج إلى رؤية مستقبلية، تحتاج إلى تشريعات، وفوق هذا كله تحتاج إلى إرادة سياسية. طيب، ما رأيك بالخطة اللي قدمتها أمانة بغداد؟ الخطة اللي قدمتها أمانة بغداد لبناء عاصمة جديدة 2030، هل هي متكاملة أم تحتاج إلى تعديل برأيك؟ نعم، الحقيقة أنا يعني كنت من أشد المتحمسين والمطالبين بالإفراج عن الخطة اللي طولت من 2005 إلى اليوم، يلا أفرجت عنها أمانة بغداد، لكن للأسف أصبت بخيبة أمل. نعم. الخطة مبنية على إحصاءات 2007 و2011، وإحنا نعرف اليوم إذا نمنا الصبح باكر الصبح أكو تغييرات بالمدينة، سكان اختلفوا، أكو بنايات تهدمت، أكو مناطق إضافية، يعني المدينة كائن حي غير باستمرار. ما نقدر إحنا نبني خطة على معلومات مال قبل 15 سنة، يعني مثل واحد يسوي عملية اليوم لشخص تحاليل مالته مال قبل 10 سنين، فهذا يعني فد شيء اتصور
اكو مشكله في الزمن، التقييم الزمني في الاداره. طيب. اداره امانه بغداد استاذ يعني ما معقول، بس خليني اكمل الفكره. ما معقول التقرير ياخذ سنتين، المفروض يكمل ياخذ بس 5 سنين في امانه بغداد. نعم. على مود يدرسوه، هذا فد شيء معيب. يعني احنا المفروض المدينه ناخذها يوم بيوم ونخطط لها لمده 25 الى 50 سنه. تفضلي. طيب خلينا نتكلم على الكثافه السكانيه اللي دا تزيد يمكن سنه بعد سنه، مريت شهر بعد شهر، اوكي؟ بالتالي هل يجب توسيع حدود العاصمه لتحمل الكثافه السكانيه؟ بالتاكيد، يعني لانه هي اساسا المخطط الاساسي الهدف الرئيسي مالته هو استيعاب عمليه التحضر، يسموها rapid urbanization، عملية التحضر السريعة اللي هي الزيادة السكانية في المدينة زائد الزيادة السكانية للأشخاص اللي يجون من خارج المدينة. استيعاب هذه الزيادة السكانية تحتاج أراضي جديدة، مستشفيات جديدة، مناطق صناعية، مناطق تجارية إلى آخره. وتوسيع أيضا الطرق العامة، توسيع الطرق الرئيسية أيضا نحن بحاجة إلها. الطرق الرئيسية طبعا هذه مشكلة رئيسية كبيرة جدا. احنا لما نحكي على الطرق لازم نحكي على النقل العام. نعم. لأنه لا يمكن حل مشكلة الطرق بدون أن نحلها ويا توفير النقل العام الآمن للأشخاص، لأن الشغلتين مترابطة ببعض. طيب خلينا نتكلم على الأخطاء العمرانية التي حدثت في بغداد بالآونة الأخيرة، وكيف ممكن نعالج هذه الأخطاء برأيك أستاذ تغلب؟ الأخطاء العمرانية طبعا احنا عندنا مشكلة، اكو تقاطع شديد بين الصلاحيات ما بين محافظة بغداد وأمانة بغداد. نعم. بالإضافة إلى الطرق مرتبطة بوزارة الإعمار ووزارة النقل، وهذه مشكلة رئيسية تعيق موضوع تطوير المدينة. هاي تحتاج إلى تشريع قانون العاصمة رقم 124 اللي صار لحوالي 15 سنة في أروقة مجلس النواب لم يقر. هذه واحدة من المشاكل الرئيسية اللي تعيق إعمار العاصمة. المشكلة الثانية مشكلة أسلوب الإدارة الحالي. إذا إحنا نجيب دراسات من سنة 80، نجيب استشارين ندفع لهم فلوس ويسوون دراسات ويتعبون عليها وناخذها من عندهم وما ننفذها، وبعدين وراء 40 سنة نريد ننفذها، هذا مو صحيح. يعني مشروع المترو مثلا، مشروع المترو من سنة 80 كان مفروض يتنفذ على أساس حاسبين حساب 50 سنة، من 80 يعني سنة 2030 يصير expired. احنا اليوم دريد ننفذه، المفروض احنا نبدي من اليوم بخطط جدية يستلمها كبار الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة بالتخطيط بالعالم وننفذها فورا، مو خليها عندنا بالمكاتب 20 و30 و40 سنة وبعدين نفكر ننفذها، لأن أكثر هاي المشاريع صارت expire. نعم. مثل هذا اليوم التقرير اللي أنت تقولي لي عليه، إيش قد ما كنت متفائل أريد ويا التقرير يحكي على مشاريع تبدي سنة 2020 وتنتهي سنة 2024، واني ذا اقرا التقرير قال المفروض المشاريع ده تتنفذ وبعد سنه تتسلم، فعلى اي تقرير انا اعطي ملاحظات؟ يعني هذا فد شيء معيب يعني. نعم. الحقيقه. طيب استاذ تغلب، هل هناك طرق عمرانيه معينه لاعاده تاهيل المناطق الاثريه بدون تشويه معالمها؟
يعني احنا بدنا نشوف انه بالفتره الاخيره اكو طرق عمرانيه للاسف بدها تشوه المعالم الاثريه او المناطق الاثريه، بالتالي احنا نريد من خلالك كمعماري استاذ تغلب، ويشرفنا انه ناخذ من عندك اكيد الافكار العبقريه اللي تملكها، انه هل هناك طرق عمرانيه معينه لاعاده تاهيلها؟ بالتاكيد يعني احنا لازم نستفاد من تجارب الدول الثانية، وهنا أريد أكد على نقطتين مهمة في علاج هذا الموضوع. الطريقة اللي دنتبعها الجهات المختصة في التعامل مع المباني التراثية والأثرية، خلينا نحكي على التراثية أول. أي التراثية؟ مع المباني التراثية هي عملية تزويقية تجميلية غير مستدامة. الدول هذه اتبعتها بالخمسينات وتركتها من الستينات وبلشت تعمر المناطق مو الأبنية، لأنه لما يعمرون المناطق ويحيوها المباني أساسا هي من وحدها تكون ذات قيمة ويهتم بها أصحابها سواء كان القطاع العام أو الخاص. من ناحية ثانية دراسات الجدوى لهذه المناطق دراسات جدا عالية، يعني المنطقة اللي اليوم نحييها الخريبة اللي ما تجيب فلوس واقتصادها صفر لأصحاب أصحاب المباني وأصحاب المصلحة راح تجيب مبالغ من خلال تشجيع السياحة، من خلال إعادة استعمال هذه المباني. فالعملية عملية إحياء للمنطقة تختلف عن عملية صبغ واجهة وخلق ديكور مسرحي مخادع. طيب استاذ تغلب، كيف برايك كيف ممكن ان نطور من العاصمة بدون المساس بتراثها وآثارها؟ عن طريق إحياء، يعني الإحياء هو يختلف عن الترميم. الترميم هو جزء من الإحياء، عملية الإحياء هي عملية إعادة الحياة إلى منطقة، يعني نجيب الفعاليات الثقافية والتجارية وكل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية تشتغل في تلك المنطقة، وهذا يختلف عن عمليات التجميل اللي تقوم بها الجهات المختصة أو إعادة إكساء الشوارع. وأكو نقطة مهمة جدا هنا غفل عنها التقرير الإنمائي الشامل، بالإضافة إلى أنه اليوم مركز بغداد هو عبارة عن مركز لتجارة الجملة وساحة خلفية لرمي الأنقاض وتحميل البضائع. أستاذ تغلب عبد الهادي الوائلي، معمار مخطط مدن، شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللطيف. أكيد شكرا جزيلا لك، نتمنى لك الموفقية، شكرا جزيلا. ننتقل إلى كيفية المحافظة على الوزن أثناء الحمل. هذه المعلومة الكل، جميع النساء بحاجة أن اليوم نتثقف، لأن بالفترة الأخيرة أكو كيلوات تزداد بطريقة غريبة. أكيد رح ناخذ ثقافة صحية بخصوص أكيد فترة الحمل من خلال دكتورة ميس فلاح الربيعي، طبيبة اختصاص تغذية. أهلا وسهلا بيش دكتورة ميس، تفضلي، نورتي منبر مورنينج لايف. كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا دكتورة. أهلاً، يا هلا ومية هلا بيك. كلنا اليوم بحاجة إلى ثقافة خلال فترة الحمل، يعني البعض يتعامل مع فترة الحمل بطريقة جدا خاطئة، خلي أفتح الأكل وخلي أكل كل شيء، وللأسف مدي يركزون بالمكملات الغذائية والفيتامينز التي يجب أنه يحصلوها، لأنه راح يصير نوعا ما ضعف بالجسم، لأن أكو جنين همين دا يأكل ويانا. كيفية شلون اليوم ممكن أنه نحافظ على الوزن أثناء الحمل؟
مع الفائدة أكيد. يعمون نقتل نفسنا من جوع نفسنا. تفضلي. طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك أكو هواية مفاهيم خاطئة عند الناس. نعم. إنه أنا حامل معناها لازم أكل على اثنين. يعني لازم إنه يكون أكلي عبارة عن لشخصين وليس لشخص واحد. نعم. لكن بالحقيقة هذا الشيء مو صحيح. هذا راح يزيد لي وزني. بالتالي المرأة الحامل راح تدخل بمخاطر نتيجة زيادة الوزن. طبعا على رأس هذه المخاطر انه هي ممكن تأثر على صحة الجنين، ممكن صحة الجنين يتأثر اولا صحيح. وثانيا هي تتأثر، ممكن انه تسبب مضاعفات اثناء الولادة او تدخل بعملية قيصرية نتيجة زيادة هذا الوزن. يعني نسمع يمكن اكو امراض همين السكر المؤقت الضغط وغيرها، بالتالي يعني بسبب النظام الغذائي الخاطئ. اكيد طبعا هذه من اهم المضاعفات خلال فترة الحمل ممكن انه هي تتعرض لها. لذلك من الافضل انه هي تنتبه لوزنها اولا قبل الدخول او التخطيط للحمل. نعم. يعني المرأة في حال انه هي فكرت انه راح تصير حامل لازم مبدئيا يكون وزنها صحي، من بعدها اثناء فترة الحمل تحافظ على وزنها طبعا باستشارة الطبيب المختص وباتباع نظام غذائي محسوب السعرات ومتوازن بنفس الوقت، بحيث انه ما تأثر لا على صحتها ولا على صحة الجنين. طيب دكتورة متى يبدأ الوزن بالزياد؟ يعني اذا نشوف انه بعض الحوامل ممكن بعد الشهر الخامس، اكو حامل بعد الشهر الثالث، اكو حامل بعد الشهر الثاني، اكو حامل بعد الشهر السابع، فاكو فد اختلافية بهذه الفترات. في الحقيقة هي يعني ليست مختلفة، المفروض انه هي تكون ثابتة. الصحيح انه احنا اثناء الحمل، الحمل طبعا هو يقسم الى مراحل. نعم. طبعا اعتمادا على عدد الاشهر، كل 3 اشهر هي مرحلة. المرحلة الاولى من الحمل المفروض الزيادة تكون ضئيلة، اللي هي من كيلو الى كيلوين خلال اول 3 اشهر من الحمل. لكن في يعني بالمراحل الثانية والثالثة تكون الزيادة أكثر، ممكن أنه تزيد 0.5 كيلو بالأسبوع تقريبا، بحيث أنه في نهاية الحمل هي ما تتعدى، إذا كان وزنها صحي في بداية الحمل ما تتعدى 18 كيلو تقريبا كزيادة وزن نهائية. نعم. يعني أثناء وصولها ل يعني فترة الولادة. طبعا هذه الزيادة بالوزن هي تجي منين؟ تجي من الأسباب. شنو أسباب؟ تغييرات، مو فقط نتيجة تناولها للأكل وزيادة السعرات الحرارية، لا، هي بالإضافة إلى تغييرات في جسمها نتيجة الهرمونات ونتيجة وجود الجنين. طبعا تغييرات بالأنسجة، أنسجة الثدي تزداد بالحجم، الكتلة العضلية للرحم تزداد بالحجم والوزن، كذلك عندنا المشيمة، السائل الأمنيوسي، كلها هذه بالإضافة لاحتباس السوائل وزيادة الدهون اللي هي مفيدة. طبعا دهون صحية تتجمع في الجسم لكن بنسبة قليلة، هذه تفيدها بعدين في مرحلة الرضاعة. طيب دكتورة يمكن احنا نشوف المشاهير لما يحملون اوكي يرجع جسمهم طبيعي، يعني يمكن اغلبيه النساء تتساءل انه تسوي عمليات تجميل او ممكن اكو نظام غذائي معين تتبعه حتى لما هي تولد اكيد راح يرجع جسمها، يعني بعد 3 اشهر او 4 اشهر تعرفين يمكن المرحله هاي يحتاج لها وقت حتى ما يرجع الجسم الى وضعه الطبيعي. بالتالي هل هناك نظام غذائي معين يعني تتبع الشخص، خاصة المشهور احنا كلش يعني مباوع لهم انه نشوفهم من شلون ضعفوا بهاي الفترة القصيرة؟ طبعا اغلب المشاهير هم يعني من يفوتون في مرحلة الحمل، هذه المرحلة تكون مخطط لهم مثل ما ذكرت، من قبل لا هي تصير حامل هي تخطط انه لازم يكون وزنها صحي ضمن رينج معين، وبعدين من تفوت بالحمل تتبع نصائح غذائية معينة، خصوصا انه احنا عندنا نظام غذائي جدا مهم وجدا مناسب للمرأة الحامل اللي هم يسموه طبق هارفارد. نعم. هذا النظام يعتمد على تناول النشويات المعقدة مثل اللي هي صعبة الهضم، مثل عندنا التمن الأسمر، الخبز اللي هو بالنخالة، الخبز الكامل، يعني شوفان، ممكن انه الشوفان يعني، بس هو الافضل هو قمح كامل.
هذه تكون صعبة الهضم، تحتاج وقت للهضم، تحسس بالشبع لفترة أطول. تركيز باللوز والمكسرات صحيح؟ طبعا الدهون الصحية من ضمن الطبق هذا اللي هو زيت الزيتون والمكسرات. طبعا يمتنعون تماما هم عن السكريات، أي عصير أو بيبسي أو كولا أو هذا كله ممنوع. طبعا هو مو فقط حتى لنزيد بالوزن، حتى أنه صحيا احنا مثل ما نعرف أنه ممكن يتأثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن، فالأفضل أنه هي كمرأة حامل تمتنع عنه. فهم المشاهير والناس اللي تريد تحافظ على صحتها وعلى وزنها لازم هذا النظام تتبعه بمشاركة أكيد أخصائي التغذية. طبعا أخصائي التغذية يحسب لها حتى السعرات الحرارية المناسبة خلال كل مرحلة من مراحل الحمل، يعني وجبات معينة لازم تكون وجبات معينة متنوعة متكاملة وسعرات تكفيها لها وللجنين مو أكثر. طيب دكتورة، أكو علاج معين ممكن تأخذ الحامل حتى تخفف وزنها؟ بالحقيقة أنا ما أنصح أنه الحامل تأخذ أي شيء ممكن ينزل وزنها أو يعني يأثر عليها، لأن هذه كلها بيها مضاعفات غير محسوبة وممكن تأثر على الجنين وعلى صحة الأم. طيب دكتورة ميس، شنو الكيلوات الطبيعية اللي ممكن تزداد بفترة الحمل؟ يعني تنصحين كثير من النساء الحوامل اليوم اللي يتابعونه فيريدون نصائح، يعني ماكو خبرة، أو مرات المستوى المعيشي ما تخلي يعني ما تقدر اليوم الحامل تروح لأخصائي تغذية وتدفع كشفية وكذا. فاليوم إحنا نحاول إنه ننشر هاي الثقافة الصحية بخصوص فترة الحمل وعدد الكيلوات الطبيعية اللي لازم تزيد عندها. بالحقيقة عدد الكيلوات يعتمد على مؤشر كتلة جسمها هي يعني في بداية الحمل. المؤشر كتلة الجسم الطبيعي المفروض منه 18.5 إلى 24.9 بالعشرة اللي هو كيلوغرام على متر مربع، يعني هذا نحسبه بناء على وزن المرأة ومقسم على طولها بالمتر المربع. إذا كان وزنها طبيعي فهي مسموح لها تزداد إلى 18 كيلو، لكن إذا كان وزنها أكثر يعني عندها زيادة في الوزن فإحنا ما نسمح لها تزيد أكثر من 15 كيلو. إذا كانت عندها سمنة ما نسمح لها تزيد أكثر من 10 كيلو أثناء فترة الحمل، يعني كله يكون محسوب حسب هي مؤشر كتلة جسمها في بداية الحمل. خلينا نتكلم على الفيتامينز، الفيتامينات اللي هي كلش مهمة بفترة الحمل، يعني نسمع الحديد، ابتعد عن شرب الشاي، ما أعرف إيش. خلينا نتكلم على الفيتامينات اللي لازم المرأة الحامل تتزود بيها وتركز عليها. بداية الفوليك أسيد، يمكن بداية الفيتامينات خصوصا فوليك أسيد، هذا المفروض تبدي به المرأة الحامل من قبل الحمل بثلاث أشهر على الأقل، وبعدين في حال حدوث الحمل هي تستمر عليه أول مرحلة من الحمل أول ثلاثة أشهر. بعدين من ندخل المرحلة الثانية اللي هي من شهر الرابع فما فوق تبدي تأخذ مجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن، خصوصا الحديد هنا بهذه المرحلة نركز عليها، فيتامين دي نركز عليها، بالإضافة للدهون الصحية اللي هي الأوميجا 3، يعني هذه لازم وحتما أن تكون موجودة من ضمن المكملات الغذائية اللي تأخذها المرأة الحامل. الأطعمة المعينة اللي تنصحين كل حامل اليوم أنه تستمر على يعني أكلها أو تبتعد عن أطعمة معينة، يعني الدهن والقوزي والدولمة، وإحنا تعرفين أكلنا العراقي دسم جدا، أكيد بالتالي ممكن يسبب أمراض يعني أثناء أكيد. فترة الحمل لأن المناعة تقل. أكيد هي المرأة الحامل مو بس أنه هي المشكلة أنه هذه متوفرة كده، هي تشتهي يعني خصوصا من تفوت تفوت بالشهر الرابع تبدي تشتهي تأكل أكل دسم وتشتهي حلويات، لكن بالحقيقة هذا كله مضر، هذا كله راح يسبب لها زيادة كيلوات، سعرات إضافية مضرة عليها وعلى الجنين. فالأفضل أنه يكون ممكن هي تأكل لكن بقدر معين، يعني ممكن أنه إحنا نسمح لها، مو يعني هي اشتهت كمية، يعني نركز إحنا بالكميات، الكمية والطبق مالتها دائما أنا يعني أكد أنه يكون الطبق متنوع، نقسمه إلى تقريبا ثلاثة أجزاء اللي هي عندنا جزء نص الطبق تقريبا لازم يكون خضروات، والنص الباقي قسمه قسمين، ربع يكون بروتينات وربع نشويات. حلو. بالإضافة إلى شرب المي، هنا نركز كل شوية على المي، المي قبل الوجبة وما بعد الوجبة وما بين الوجبات، ولازم يكون يكفي حسب وزنها وحسب النمو المستمر للجنين. بالإضافة طبعا كلش أنصحهم أنه يمشون، الحامل لازم تمشي،
خاصة احنا عندنا معتقدات خاطئه انه الحامل حامل لازم تقعد صح ما تتحرك لا لازم تمشي بالعكس لازم تمشي رياضه خفيفه ممكن تمارسها رياضه مقاومه بالايد بالرجل اليوغا اعتقد اليوغا من التامل والامور اللي تفيدها لكن المشي ضروري جدا من بدايه الحمل وتزيد شويه شويه يعني ممكن بدايه الحمل تمشي نص ساعه بعدين تصير ساعة بعدين نهاية الحمل ممكن ساعتين هذا كله راح أولا يسهل عليها الولادة ثانيا يزيد من نسبة الأيض بجسمها يقلل من تراكم الشحوم الغير محبذة بجسمها وبالتالي تحافظ على وزنها بأبسط طريقة ممكن إن شاء الله أكيد دكتورة ميس فلاح ربيع جدا فرحانة التقيت ويك يعني وهذه نصائح الحلوة المفيدة نتمنى كل حامل اليوم سمعتنا أو اللي إن شاء الله يعني هي مقررة تريد تصير حامل فنتمنى أكيد الصحة والعافية لكل النساء خاصة بفترة الحمل شكرا جزيلا مرة ثانية شكرا مشاهدينا انتظرونا غدا بحلقة جديدة ومحاور مهمة جدا نتناقش بها احنا والضيوف لا تنسون اللي مشاهد الحلقة على www.alsomaria.tv إلى اللقاء غدا